أرجوك كف عن التململ بوم. أنت أنيق جدا يا بوم. هو بالتأكيد كذلك فلورا، إنك تذكرني بوالدك. لا تتململ هكذا يا بابار. نعم بعدة طرق. شكرا لك يا سيليست، ولكن أين ذهب الخطاب الذي سألقيه؟ شكرا، ماذا أفعل بدونك؟ ألكساندر، لما لا تذهب للتدريب؟ وما الفائدة؟ فنحن في المؤخرة، بالإضافة إلى أنني كابتن الفريق. وهكذا بإمكاني أن أستريح بعد الظهر. هيا لنرى ما يمكن أن نفعل بطائرتي. أود اللعب معك يا ألكساندر، ولكن لدي خطاب سوف ألقيه على الناس. ولكنك الإمبراطور وتستطيع أخذ إجازة بعد الظهر. نعم، وأنا سأتخلص من هذا الزي قبل أن أربطه. ولأنني الإمبراطور يتوجب علي القيام بأشياء كثيرة. نحن جميعا لدينا مسؤوليات كبيرة، عرفت ذلك منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد جدا، وقبل أن أكون إمبراطورا، في تلك الأيام البعيدة، أيام جدتكم والدتي. كم هو لطيف. يجب أن نجد اسما لطفلنا. ماذا تقترح كورنيليوس؟ نعم، لا بد أن يكون اسما مميزا. سأفكر، ما رأيكم بهوراشيو أو أرخميدس أو بيبر؟ وأنت يا بومبادور؟ بابار. أعتقد أن بابار اسم لطيف. من مع اسم بيبر؟ ومن مع اسم بابار؟ يا إلهي، طفل عمره ساعات قليلة ويساعدني في اتخاذ القرارات في عائلتنا الكبيرة. لا بأس يا بابار، إنها التحية التقليدية في عائلتنا وهي من أجلك. انظر إليه، بالرغم من صغر حجمه فذلك لا يمنعه عن تأدية الواجب. نعم كورينيوس، سيكون للطفل بابار شأن كبير في العائلة. صغير العزيز بابار. ماما، أنا أحبك بابار. كان كل شيء جديدا ومثيرا. والآن انتبه. كان علي تعلم الكثير. استخدم خرطومك بابار، سترى أن هذا أكثر متعة من الذيل. كنت كلما كبرت كلما زاد تصميمي على الأشياء التي أريدها، ولم أسمح لشيء أن يقف في طريقي. لا تنزعج بابار، إن هذا الجذع موجود هنا منذ زمن طويل، لقد حاولت وهذا هو الأهم. مرت الشهور وتعلمت، أو هكذا ظننت. ماما، آه. 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 آه.
ألا زلت تحاول يا صغيري؟ نعم، سوف أقتلعه يوما. أنا واثقة من ذلك. يوما ما. سلاش. نعم أمي. انتبهي لأخيك الصغير. نعم أمي. لا تهتم آرثر، لن نستطيع الحصول على الفاكهة. بابر واقع ثانية. بابا. بماذا يفكر هذا الصبي بعد ذلك يا ترى؟ إنه يعرف كيف يفكر. هذا رائع، رائع بالفعل، رائع. نعم، ويعرف كيف يسلي نفسه أيضا. بمبادور. عفوا، واضح أنه الرعد. كارنيليوس، لقد دخلت بعض الوحوش الغريبة إلى غابتنا. قد يكون هذا وحشا. أنا اعتقدت انه الرعد. لقد كان نداء الموت. انه وحش مخيف. رعد، انه وحش. واضح وحش. اننا لا نعرف ما هو، ولقد قررت عدم البحث عن ذلك. اعد الفيلة الى هنا، سوف نرحل الان. لكننا نريد البقاء هنا. نعم، انه وطننا. بابر على حق، هذا وطننا، لا يحق لنا ان نستسلم. سوف نسأل العائلة. من يريد البقاء؟ سوف نبقى. لا، نحافظ على وطننا على الأقل حتى نعرف من سنواجه. شكرا ماما، كنت رائعة. شكرا، وأنت أيضا يا بابار. نعم بالتأكيد، كانت شجاعة منك أن تتصرف كذلك يا بابار. حتى الصغار لهم فائدة. شكرا لك كورنيليوس. وداعا ماما. لا تذهب بعيدا. لن أبتعد، أحبك. وأنا أيضا أحبك بابار. سيدتي، أنا واثق أن ابنك سيكون له شأن كبير. سعيدا في حياته. إن هذا يكفيني. انظري ماذا أفعل. كورنيليوس، أشعر بالخطر. وأنا كذلك يا سيدتي. هذا الهدوء لا يعجبني. سوف أجمع الكبار، يجب أن نستعد لأي شيء. أنا جاهز. أعتقدت أنك آرثر. آرثر؟ نعم.
نفسك بعدة مرات لنمسك به. هيا عندما أراهم سوف ترين كيف أعاملهم. ولكن الوحوش مسلية أكثر. الوحش الصغير. كورنيليوس. سيدتي، لقد اتفقنا أن ننقل الجماعة كلها إلى مكان آمن فورا. فلنجمع الصغار في الحال. هيا أرجوكم أسرعوا أسرعوا. بسرعة تحركوا بسرعة. هيا تعال معي يا بابا. كذا بقيت وحيدا. رحلت العائلة هروبا من الصياد، ولكن قبل أن أذهب معهم كان علي أن أفعل شيئا. بابار بابار إذن أن بإمكاني الاستمرار. هل سيكون بخير؟ ماما. نعم
فلقد خلق لحياة أفضل. ليس الآن آثر. هناك مكان بعيد في الغابة حيث تغني الطيور. في وسط الغابة وهو بعيد جدا، لا يمكن أن يصل إليه الصياد. أقترح أن نذهب إليه في الحال. لا، هذا وطننا، لابد لنا من البقاء. نحن جميعا نشعر مثلك يا بابار، ولكن أخشى أن تكون مسألة حياة أو موت. عفوا، عليك أن تتعلم الكثير يا بابار. نحن الآن لا نستطيع أن نواجه الصياد أو أي أحد آخر يأتي من العالم البعيد. نحن جميعا بحاجة لنتعلم الكثير، ربما نفهم في المستقبل طبيعة عدونا فنستطيع أن نكون ندا له. أما الآن فهمت. أملنا الوحيد الآن أن نرحل قبل فوات الأوان. إذا وجدنا الآن سيقضي علينا جميعا. هيا حذرين. إنه يتبعنا، سوف يصيبنا، سيقضي علينا جميعا. بابر يجب أن يرحل بعيدا. لكنني كنت مطمئنا لأن الجميع آمنون وبخير. لقد كانوا مختبئين في مكان بعيد مظلم في الأدغال، وبالرغم من أن قلبي كان يحدثني أنه سوف يمضي وقت طويل قبل أن أراهم، إلا أنني كنت واثقا بأنني سأجدهم يوما ما. تلك قصة أخرى ألكسندر، يكفيني أن أخبرك أنني عرفت أصدقاء رائعين وتعلمت الكثير، وعرفت أن هناك أناسا طيبين وأناسا أشرار وأن أعمالهم تدل عليهم، وعرفت كيف يجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه الآخرين.